احنا البشر كبرنا ما شاء الله وصرنا جنس قد الدنيا. معقول صرنا نقدر نشيل راس حدا ونركبه على جسم حدا تاني؟ حتى انه في ناس جربوها. اليوم رح تعرف. She makes awesome videos. طيب خلينا نبلش حبة حبة. نظريا زراعة الراس هي انك تشيل راس انسان جسمه خربان وتحطه على انسان جسمه منيح بس راسه خربان، يعني ميت دماغيا، تشبكهم مع بعض. ولانه الحبل الشوكي والدماغ كتير حساسين لأي ضرر كان الموضوع يعتبر خيال علمي. لكن مع التقدم الطبي والتطور الهائل بمجال زراعة الأعضاء صارت الفكرة مش مستحيلة للأبد، ممكنة. بس هل يا ترى في حدا جرب يزرع راس من قبل؟ بال1908 حاول تشارلز غورتي انه يزرع راس كلب على جسم كلب تاني بس ما زبط. بال70s اجا واحد اسمه روبرت وايت وحط راس قرد على جسم قرد تاني وعاش 8 ايام، وكان بشم وبدوء وبسمع وبحرك وجهه عادي. لكن هاي مش كتير موثوق فيها القصة، وهذا الحكي كان زمان اصلا قبل ما العلماء يطلع لهم الخازوق الاخلاقي اللي هي اخلاقيات المهنة. اما حديثا بال2017 اجا واحد اسمه كانافيرو اورين وطبلوا الدنيا، قالوا انه بدنا نعمل عملية زراعة راس لانسان، وحددوا البروسيجر بال3 خطوات. اول اشي بنجيب الجسم السليم، بندخل انبوب بالقصبة الهوائية وبنوصل الجسم على جهاز بضمن انه الدم يضل يدور، وبنزلوا حرارة الحبل الشوكي عن طريق حقن محاليل باردة فيه، وهيك بيكون الجسم جاهز. على الطاولة الثانية بكون الراس مخدر ومشبوك بجهاز بينوب عن الرئة والقلب عشان يضل عايش، وطبعا مبرد عشان ينزل عمليات الأيض ويسمح للدكاترة بوقت انهم يوصلوا بالجسم. ولما تنزل درجة الحرارة ببلشوا عملية التوصيل، بيوصلوا العضلات والحبل الشوكي والأوعية الدموية والعمود الفقري باستخدام مواد اسمها فيوزوجينز، وهاي حطوا لي تحتها 17 خط أحمر. المهم بتندمج الخلايا وبكون بعدها الإنسان محتاج إعادة تأهيل طويلة بحكم إنه الشخص ممكن يرتبك إنه صار حدا تاني. لكن هذا الكلام كله هبد على الأقل من ناحية توصيل الحبل الشوكي بالدماغ، لأنه لحد الآن بالتكنولوجيا تبعتنا ما في إشي اسمه نوصل أعصاب مركزية مع بعض، فقط الأعصاب الطرفية ممكن نوصلها ببعض الظروف. أما مادة فيوزوجينز فهي مادة بتستخدم بالتخصيب لكتير كائنات حية، المادة ممكن توصل الأعصاب الطرفية، لكن مشكلة الأعصاب المركزية إنها بتطلع مادة على طول بتلحم حالها تعمل ندبة، فبتمنع تواصل العصب مرة تانية، وبالتالي القطع بضل موجود. إذا بدنا نوصلهم مع بعض محتاجين نعطل هاي المواد اللي بتعمل ندب وبتمنع الاتصال. لكن هذا لا يعني انه بالمستقبل القريب وممكن البعيد انها تصير. لكن حتى لو سمح لنا في مأزق كبير بالطريق واللي هو الرفض المناعي، ما بنعرف كيف الراس رح يتعامل مع الجسم او الجسم رح يتعامل مع الراس، ممكن يرفضه. وهذا اللي صار لما حاولوا يعملوا زراعة راس لفيران، الراس رفض الأمعاء وبطلت تشتغل وبعد أسبوعين ماتوا. لكن التعديل الجيني والخلايا الجذعية أعتقد ممكن تحل هاي المشكلة بسهولة بالمستقبل. لكن حتى لو صارت أحساب مين؟ حساب اللي معاه واللي معهوش ما يلزموش؟ وهل يا ترى لازم نعطي شخص واحد جسم كامل ولا نوزع الأعضاء على ناس أكتر يستفيدوا؟ هاي مشكلة أخلاقية، لكن بالمستقبل ممكن نقدر نزرع أجسام كاملة وأعضاء قد ما بدنا، بس حيضل في أسئلة أخلاقية كتير. أولاد الإنسان الجديد هذا لمين رح ينتسبوا؟ طب ماذا عن الميراث، عن الحضانة، عن واحد شاب ركبوه على جسم بنت، ماذا عن what about this؟ كل هاي القضايا الأخلاقية معلقة لبين ما نصير نقدر نعمل زراعة راس. انتو شو رأيكم؟ لنفرض بالمستقبل قدرت تعملها وجسمك خرب، هل رح تختار انك تنتقل على جسم تاني؟ اكتب لنا بالتعليقات. سلام.